أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ليلة الجمعة تابعة لنهارها أم سابقة له لفضيلة الموت في يوم الجمعة أو ليلتها؟ العلماء يقولون كل ليل فإنه تابع لليوم الذي بعده إلا يوم عرفة، إلا ليلة عرفة، فإن ليلة عرفة بعدها ليلة العاشر، وأما بقية الليالي فكلها تابعة للأيام التي كل يوم فليلته ما قبله، كل يوم فليلته ما قبله إلا يوم عرفة فليلتها ما بعدها ليلة العاشر. ولهذا يصح الوقوف في عرفة إلى أن يطلع الفجر ليلة العاشر، ولو وقف ليلة التاسع ما أجزأه ذلك لأنه هو بتابع له. نعم، وهذا من رحمة الله جل وعلا توسيعه على المسلمين. نعم.